مكملين بآخر فقراتنا الصباحية والتي تعنى بالجمال والعناية والأعشاب. وأكيد يا سلمى رح نتعرف أكثر على المنتجات والضيف اللي كمان مستقبلتي. يسعد صباحك عن جديد زينب، وصباح الخير لكل مشاهدي الإخبارية مرة تانية. يعني اليوم رح نتعرف أكثر على خلطات مميزة من الأعشاب الطبيعية ومجموعة من الزيوت الطبيعية أيضا، مع ضيفنا اللي بيصنع مجموعة من الصابون وأيضا الزيوت. رح نتعرف أكثر على فوائدها، طريقة تصنيعها والمواد الداخلة فيها. ضيفنا لليوم السيد ماهر قطابي، أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك. يا أهلا وسهلا، صباح الخير. يسعد صباحك. يعني مثل ما شايفين مجموعة من الصابون، الصابون اليدوي، اليدوي كله شغل حضرتك. مصنوع ايه؟ كله يدوي بس بطريقة باردة مشان نحافظ نحن على الزيوت الموجودة فيها. هلا هي الطريقة اللي عم بشتغل فيها هي أول طريقة، وقت اللي اخترعوا الصابون كانوا يشتغلوا بهالطريقة هي. حتى هو الصابون أول ما سووه زمان سيدنا سليمان هو اللي ساوى اول صابون. بس كان طبعا نحن هلا بنستخدم هيدروكسيد الصوديوم، كانوا بالاول يستخدموا الاعشاب زائد الزيوت، الاعشاب العطريه زائد الزيوت لحتى ينظفوا فيها جسمهم. بعدين توصلنا لحتى حبيبي هيدروكسيد الصوديوم انه نحن نصبن الزيوت هي. كان هيدروكسيد الصوديوم ياخذوه بزمانهم من الاعشاب هي، المسلمين اللي كانوا يشتغلوا فيها بالاول كانوا يساووه من الاعشاب، من الاخشاب، ياخذوا هيدروكسيد الصوديوم ويصبنوا فيه الزيوت او الشحوم بشكل عام، يساووا منه الصابون. طبعا انا رجعت للجذور تبع الصابون وصرت اشتغل بنفس الطريقه القديمه، هو تصميم الزيوت هي كلياتها على البارد، يعني ممكن بدرجه حراره 50 نحن نصبن هذا الصابون. يعني طبعا هذا فيه شخص يعمله بالبيت ولا حصرا في ادوات، في خليني اقول مصنع مصغر انت هذا عامله؟ هذا مصنع صغير ويدوي وممكن الواحد ببيته انه يساويه، بس طبعا بده تقنيه مشان الاضافات تبعه. الاضافات ممكن نضيف عليه اضافات كثيره، ممكن اضافات عشبيه، ممكن اضافات زيوت ثانيه مثلا زيوت تجليه، او بجوز تستغربي هلا في صابون عندي باللبن مساوى او باللبن. بالحليب او بالكركم او بالقهوه. هلا اللي ماسكتها انا عن شو من اللي ماسكتيها هي، انا بدي احط نظاره لشوفها. هي بالحلبه، بالحلبه، هي بالحلبه مساوى. هلا لكل بشره الى نوع صابون معين، يعني دائما بنسمع الستات البيوت بحبوا يعملوا ماسكات. اليوم الصابون ننوه انه هو من الاعشاب الخالصه، ما في مواد كيميائيه او كيميائيه. فخبرنا اليوم كمان عن فوائده للصابون المصنع بالاعشاب، يعني هل يفيد البشرات المعينه، خالي من المواد اللي ممكن تاذي وتحسس البشره؟ تمام. هلا اول شيء بالدرجه الاولى هو زيوت نقيه 100%، يعني زيت الزيتون اللي بناكله، حتى زيت جوز الهند والخروع كلها زيوت صحيه ومعروفه جديده، عرفت كيف؟ ما هي مستخدمه او مستعمله، وبنفس الوقت ما بنرفع درجه حرارتها مشان نحافظ على الفوائد الموجوده فيها نحن. ايه طيب، في عندنا انواع متعدده ويمكن مبين من الالوان للصابون، اذا في مجال تشرح لنا بس عن الانواع اللي جايبينها. يلي بيميز بكل صابونه عن الثانيه هي نفس الزيوت، نفس طريقه التصميم، بس في مواد مدخله، بس لكن في نحن مدخلينها مثل هي اللي بايدي، هي بحمض اللبن. حمض اللبن هي بحمض اللبن مساوي. هلا فيها اللي بايدك شو فوائدها مثلا؟ حمض اللبن اذا في بسور بالبشره بتروح البسور هي. حلو. هي للي عنده حب؟ لا هي للبسور بالذات، للحب في شيء ثاني. طيب هلا في عندي 14 نوع صابون بيختلف بين بعضه على حسب الاضافه تبعه. هي بالميراميه، الميراميه مضاد اكسده عالي، عرفت كيف؟ هي بتحافظ على هيك نضاره البشره اذا كان في اكزيما بالايدين او بالبشره، عرفت؟ ممكن انه هي تخفف من الاكزيما او تروحها على حسب الحده تبعها. كثير ناس هلا بيكون عندها حساسيه بهذا الفصل، فبيصير عندهم
محبوب كتير. اي نعم اي نعم. ويمكن هي... كمان الجمال انه مثلا كاتب المكونات على الصابون، كاتب استخداماته، مثلا انا معي حليب بالعسل، كاتب تغذية وتنقية للبشرة الجافة، وكاتب من شو مصنوع. فهي المصداقية كمان بمواصفات الجودة والنوعية كمان. خبرنا هلا عنها، كيف اجتك الفكرة تكتب لكل كل صابون شو استعمالاته؟ هلا انا الحمد لله يعني المصداقية تبعي هي اللي مشتني وكبرت اسمي. عديت بشكل بسيط كتير بس بعد منها كبرت، لأنه في مصداقية بشغلي كلياته. فكل شيء أنا كاتبه على الصابونة هاي هو صحيح 100%. طبعا أنا شهادتي ما بس، لكن التجربة هي أكيد. الأهم كان في ردود أفعال. كان سلمى أمشي الشامبو، دائما بنقول الشامبو المصنع يا بهر الشعر يا ما بيناسب شيء. هلا أنا معي شامبو بالأعشاب بالزعتر، يعني خبرنا يعني كيف كمان الشامبويات من الأعشاب. كيف تعرف كل شعر شو نوعه وشو بيناسبه؟ مثلا مثل ما ساويت أنا بالصابون، رجعت للجذور كيف كانوا هن يشتغلوا بالصابون. أول شامبو اخترعوه هن بالهند. بالهند كمان مثل ما قلت لك كمان نفس الشيء، بس كانوا في اعشاب هي بتعطي صابون، يخلطوها مع الزيوت، يخلطوها مع اعشاب ثانيه مشان وعطريه لحتى يعملوا منها الشامبو. واسمه شامبو هو الاسم هندي هذا باسم باللغه الهنديه. تمام. اخذوه الانجليز سووا منه من الصابون، عرفت علي كيف، صاروا يدوبوه ويحطوا اضافات عطريه او عشبيه، وصارت شغله سريه عند ملات الكوافير، شغله سريه انه فلان في عنده خلطات جيده. فما كانوا يستخدموها كمان بنفس الوقت الا غير مره بالاسبوع او مره بالشهر على راسهم. تمام. يعني كانت شغله كبيره كثير كثير. انا رجعت لنفس الجذور هي كمان. حلو. انا هلا هذا الصابون مصنع، نقدر نقول صابون بس بطريقتي انا، لانه هي انا بصنع الخلطة من الزيوت عرفت علي، وبضيف عليها الاعشاب. طبعا الاعشاب كلها اللي استخدمها هي الاعشاب تبعنا تبع بلدنا. وهي اهم شيء طبعا، واهم شيء كمان فيهم هي زيت الزيتون تبعنا كمان. حلو. هلا هذا الشامبو ساويت منه كمان شيء 8 انواع. كل نوع بيحل مشكله بالشعر. المشكله ما هي شغله سحريه نحن عم نساويها، لا، بس كل ما هنالك انه عم نرجع نستخدم شيء طبيعي. بيوقف التساقط، بيوقف، بيروح التقصف، بيروحه، عارف، او بيقوي البصله تبع الشعر، بصير تطول بسرعه الشعره. هذا هو اللي ساويته انا بالشامبو وبالصابون. نعم. حلو. ويمكن في كثير حاليا بهذا الوقت صار في كثير منافسه بالاسواق، بنسمع عن ماركات عالميه انه هي عم ترجع لاستخدام الزيوت، مع طبعا ما بتقدر تتاكد انت اذا فعلا حاطين هي المواد او لا، لانه مثل ما بنعرف الشامبو او المواد اللي بيستخدموها فيها ممكن كلها تكون فيها ملونات، فيها نسبه كبيره من المواد الكيميائيه. فمو شرط اذا هو مثلا قايل انه فيه عسل فعلا يكون فيه عسل او فيه، اما غير الشيء الطبيعي اللي انت عم تاخده شيء مصنع. وهي يمكن بتعطي ميزه دائما الشغل اليدوي. تمام. اللي بتعطي ميزه بنفس الوقت الاسعار. يعني اليوم في كثير ناس بتقول هي المنتجات الخام تبعها غالي، المواد الاساسيه المستخدمه غاليه، كيف وفقت بين انه تعمل شيء بمقدور اي حدا ممكن يشتريه ويستفيد منه طبي وبنفس الوقت باسعار مناسبه؟ هلا انا بالنسبه لشغلي اللي عم بشتغله هو شغل بسيط جدا، يعني يمكن المساحه اللي بشتغل فيها ما بتتجاوز ال 50 متر. ما عندي عمال، عندي بس عامل واحد بس بيساعدني بالشغل، لانه كلياته بايدي انا بساويه. هاد بخفف لي المصاريف كثير، وبنفس الوقت بقدر طالع منتج صحيح 100%، لانه كله بايدي عم بساويه كله خاض على مراقبتك الشخصية، وهذا اللي منجحني انا فيه. وقدران الحمد لله، حتى يعني انه هلا هذا بالنسبه له، هذا هلا هذا خالي من كل شيء ماده اسمها التكسابون. التكسابون هي الماده الرئيسيه اللي بتشكل الشامبو الموجود بالسوق كله، وهي ماده مضره، وهي الماده اللي بتخرب الشعر وبتخرب البشره وتعمل تشققات فيها. هي خاليه منها تماما، هي مساواه من الزيوت والاعشاب وبس. فلذلك انا وقت اللي بكون مقلص صريفي انا عم بقدر اوصلها هي مثلا للمستهلك، عرفت علي كيف، بسعر غالي شوي بس معقول. معقول بالنسبه ل
انه كيف عم يرجع الشعر لطبيعته، كيف عم يوقف التساقط تبع الشعر، وهذا الشيء مهم. عم يجوا عم يتدربوا عندك، عم يطلبوك ويعرفوا كيفية صناعة الصابون او الشامبو بعض الناس؟ هلا في بالبدايه صرت يعملوا دورات بكليه بالقسم الكيمياء بالجامعه، فكروح انا اعمل لهم العملي العملي بالنسبه للصابون، انه كيف بيتصنع وبيتساوى. ولحد الان في طلاب كمان لحد الان بيجوني من قسم الكيمياء بيسالوني عنه وبجاوبهم على كل شيء، يعني ما بخبي شيء. حلو. ويمكن كمان زينب، يمكن بالفتره الاخيره كثير بنسمع عن فوائد مثلا القهوه الفحم، وفي كثير ناس تحاول تعمل ماسكات بالبيت تستخدم تفل القهوه اللي بيكون بقيان، او تجيب فحم وتستخدمه. خلينا نحكي عن الكميه اللي بتدخلها وقد ايه بتكون مدروسه، لانه كمان الشيء الطبيعي اذا انا استخدمته بشكل غلط ممكن ياثر اثار سلبيه. بعض الاشخاص تتحسس، قد ايه بتعمل دراسه لهذا الشيء؟ يعني انا مثلا اذا فتت، شو الاسئله اللي ممكن تسالها للشخص اللي بده يشتري صابون لتعطيه نوعيه صابون تناسب بشرته، او حتى نوع شامبو يناسب شعره؟ مو اي شيء انا مثلا باخده انه ايه هي منيحه، مكوناتها منيحه بتناسبني، مع انه هي ممكن انا اكون بشرتي ما انا بحاجه هذا الشيء. انا اللي بيجي لعندي بساعده بانه بطريقه اختياره. اول شيء هو بده يعرف البشره تبعه شو هي، ولي نظرتي انا فيها بعرف انه اذا كان فيها بثور او فيها حب او فيها تشققات او انه دهنيه زياده عن اللزوم، عرفت كيف؟ او فيها كمود هيك يعني صفار او شيء بده نضاره، كل شيء بعطيه نوع شكل. يعني هلا مثلا لنفرض اذا كان في حب شباب بعطيه حب البركه، عرفت كيف؟ اذا كان في سواد مثلا تحت العين، او ممكن نعطيه صابونه القهوه، صابونه هون الحصلبان، حصل بان مع الرز، هي انا بساويها طحين الرز كمان، هي ممكن تبيض البشره، واذا في بقع شمسيه كمان بتروح. نعم، هي للنمش كمان. للنمش، ايوه تمام، للنمش الشمسي. هلا هي بالليمون، الليمون كمان معروف انه بينقي البشره وبيصغر المسام وبيعطيها نضاره حلوه كثير. هلا في انواع لسه كثيره انا مالي جايبها معي، لانه عندي 20 نوع 25 نوع صابون تماما. يعني نحن اخذنا بالنسبه للشامبو كمان، هلا هو التركيبه تبعه كله وحده، بس بيختلف معي الاضافات العشبيه تبعه. تمام. التركيبه تبعه هي الزيوت زائد العسل زائد الخلاصه العشبيه زائد الجليسرين زائد الفيتامينات الموجوده فيه، حتى خل التفاح موجود فيه. خل التفاح تمام موجود فيه. هي شونيز، هي شونيز هي بحبك البركه. هلا هي الشونيز ممكن انه اللي بيستخدمها انه يصير يطول الشعر تبعه بسرعه اكثر. حلو. تمام. هي لكل الصبايا. لكل الصبايا. هي الميرامية الشعر الأبيض. الشعر لا مو الأبيض، هي للشعر المتساقط. إذا كان الشعر عم يتساقط ممكن يستخدمها، بيوقف التساقط معه اذا ما في عندنا مسببات داخليه. نعم، يعني كثير من الانواع اللي هيك عرضناها، بعض الانواع قلت لنا في كثير انواع ما جبتها، لكن اكيد مشروع كثير هام اليوم بظل هي يمكن المشاريع الصغيره. تمام. والاشياء الطبيعيه اللي عم نرجع بلدنا كثير مليئه وغنيه بالاعشاب. تمام. الطبيعيه. تمام. يعني تمام. فينا نستفيد منها. تمام. نحن بنتشكرك كثير على كل المنتجات، بتمنى لك دوام التوفيق، وان شاء الله هيك بتضل بتعلم جيلنا وطلابنا كيفيه صناعه الصابون والشامبويات. شكرا لوجودك معنا. شكرا 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 لك، شكرا لوجودك، وهيك اعطيتنا بصباحنا اليوم شويه معلومات، حتى يمكن اللي عنده مشاكل ممكن يبلش ينتبه انه بعض هي الاعشاب هي بتفيد وموجوده صارت ببلدنا وفينا نستخدمها نستفيد منها. شكرا. هلا هو المعروف عن الصابون انه بس للتنظيف، هو لا الصابون لا للعناية بالبشرة. أكيد. وهيك أول ما اخترعوا. أكيد. شكرا لك، شكرا لوجودك معنا. أهلا وسهلا. أما هلأ